مرحبا اخويا طه، الصراحه مرحبا بكم بعدا عندي. وانا بديت بالملح هي الاولى قبل دابا شي، المهم في البدايه تاع كورونا في هذيك الجائحه من ماشي مع بدات ما بديت انا بديت انا والجائحه قلت كانت فيها الخير عليا. بديت كنتعصر، بديت كنطور راسي، كنحاول ندير من بعد درت الزاج، درت صمت المسامر، صمت رسمت، والطريقه دابا اللي مشات مزيان وزعما حبوا المغاربه وتشافت مزيان هي الطريقه ديال الجداريات، ولكن بواحد الطريقه في شكل يعني تتحاول نحفر، يعني نحفر في الحيط ونخرج الوجه اللي بغيت. في النواحي تاع اسفي، حيت هنايا اولا باش كي تكون تترسم على خاطرك، يعني ما يكونش حداك بنادم اللي دايز يبقى يشوفك هذا يوقفك، زايد على الطبيعه راك تشوف مرتاح مهني مع راساتك شي حاجه اللي ديالك، يعني وسط البلاد حتى واحد ما غادي يقول لك اش كدير هنا. انا طاقي ضروري طاق لاباج تاع الريال وبنزيما ضروري من داكشي في الانستغرام، ولكن في البداية كانت بارطاجات واحد الباج ديال الكره 4-3-3 تي باج كبيره، هي كنظن ان الريال شافتها عندهم، تواصلت معايا قبل اسبوع دابا باش تواصلت معايا قالت لي راه شفنا داكشي ديالك راه زوين بغينا نحطو عندنا كذا واش ممكن، قلت لهم مرحبا. صافي دازت اسبوع وما يحطو صراحه شي حاجه زوينه، يعني من هاد البلاصه كتشوفوها متواضعه بعيده على كل شيء كتوصل تتوصل العالميه شويه. صراحه احسن حاجه هي انك تسوق مدينتك بشي حاجه زوينه، يعني كنشوفوا انه للاسف تتلقى جريمه هنا هذه هنا هذه هنا، يعني مزيان بنادم يعطي ديك الصوره الزوينه لهذه المدينه اللي اصلا تستاهل، وزعما خرجت مبدعين كبار في مجالات مختلفه. فانا كنمثلها وهي كتمثلني، يعني حتى هذه المدينه السميه ديالها انها لاصقه مع اسماعيل ولد اسفير عطاتني 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 شي حاجه، يعني عطاتني شي حاجه في المسار اللي خدام عليه ان شاء الله. كنتمنى ليها الخير ان شاء الله ونمثلوها ان شاء الله اكثر من هك. عبد الرزاق حمد الله كنا نتواصلوا في انستغرام، وجات ديك الرسمه فاللي حطيتها تواصل معايا في نفس النهار ما حطيتها معاه، مشيت عنده تصورت انا وياه، شجعني الصراحه، موتيفاني. صافي حتى هي ديك الرسمه ديال الخيط ما كنتش كنتوقع كاع غادي في البلاصه غادي مشي عند عبد الرزاق نتصور معاه، ولكن جات فيها خير وولد مدينتي انا ولد مدينته دعمني وشرف لي الصراحه. صراحه حنا المغاربه كاملين فرحانين وبالاخص المسفيويين، حيت كتحس به من دمك يعني قريب لك، فان شاء الله غادي كنظن انه غادي يكون شيء زياده مزيانه للمنتخب، بالاخص اننا هذاك الجانب الهجومي في المنتخب باقي كنفتقروا ليه، كنظن ان عبد الرزاق حمد الله هو الشخص المناسب في ذاك البوست وان شاء الله يتوفق في هذا المونديال. اي واحد ملي كيبدا شي حاجه ضروري لما لقاش صعوبات في من جانب مادي من هذه من هذه غادي يلقى صعوبات ضروري، المهم هو انه يحاول ما يوقفش يعني يكمل، داك الشيء ضروري منه في اي مجال غادي تبدا فيه، المهم هو انك تكون حاط واحد الهدف بين عينيك وتخدم لي. ريالي ريالي وفي الخير، يعني الريال هي اللي هزت الرسمه، البارسا ما تسوقاتهاش ولكن ماشي مشكل. دابا نحكيو مليون لحت كنت رسمت ليفاندوفسكي هو الاول، شافها ليفاندوفسكي دار لي لايك في انستغرام، من وراء شاف بنزيما الرسمه ديالو دار لايك في انستغرام، من بعد واحد 15 يوم شافت الريال وتبارطاجات. لا الحمد لله، يعني انا دابا هذا هو مورد الرزق ديالي، يعني هو الرسم، يعني كندير حتى حاجه في حياتي من غير الرسم، انا كنرسم كنفيق كنرسم كنعس كنكون راه ساليت الرسم ديالي، فحاليا كنحاول انني نجيب طرق جديده، هذا هو يعني هذا هو المحتوى اللي كنقدم انا، هو كل مره طريقه جديده في الرسم، كنحاول انا نطور راسي نجيب طرق جديد،
في نفس الوقت الطرق اللي قبل تنحاول أنني نطورهم ونبقى كل مرة نجرب حاجة جديدة وكل مرة نحاول نديفلوبي راسي أكثر. ما تنساوش تشتركوا معنا في جميع صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي وتفعلوا زر الجرس باش توصلوا بالجديد ديالنا على رأس كل لحظة.